احنا اليوم جد فخورين باعطاء صاحب الجلاله الله ينصره انطلاقه ديال الاشغال ديال مستشفى ابن سينا في حلته الجديده. ولا يخفى على الجميع ان مستشفى ابن سينا يعود التاريخ ديالو الى 1954، واللي شهد تكوين ديال العديد من الكفاءات المغربيه التي يشهد لها، والاساتذه ديالنا اللي كنحترمهم وكنقدرهم من هذا المنبر كنقدم لهم التحيه والتقدير. واللي اليوم هذه المعلمه هذه غادي تجي باش تعوض المعلمه القديمه، واللي هذه هي صرخ صحي المستوى الوطني والمستوى القاري كذلك، لان يعتبر من اعلى المستشفيات من ناحيه البنايه، يعني برج عالي يفوق 150 متر، واللي مكون من 33 طابق زائد بنايات اخرى اللي كتمكنوا من التوفر ديالو على يعني المراكب الجراحيه والاقسام ديال الانعاش. وكذلك ما نساوش من الذكر ان غادي تكون واحد العصبه ديال المحاربه ديال امراض القلب، وتكون عندها واحد الاستقلاليه في واحد البنايه اللي كتوفر على 10 ديال الاطباق وزائد الطبق السفلي، فاللي غادي تكون عندها واحد التكفل جد شامل وكامل، ما تحتاجش المرضى ديالها يمشيوا لاماكن اخرى. هذا هو اللي كيوفر طاقه سريريه ل 1044 سرير، فهذه طاقه سريريه جد مهمه اللي غادي تحتاج واحد المجهود كبير من ناحيه ديال الموارد البشريه. وحنا كنعرفوا المعضله ديال الموارد البشريه، ولكن كاين واحد المواكبه خاصه لهذا الصرخ هذا ديال البلاد ديالنا. مشروع ملكي مهم، خصو مواكبه مهمه كذلك، وغادي يكون التكوين خاص بالممرضين والتقنيين والمهندسين البيوطبيين اللي غيسيروا ان شاء الله البناء ديالو على ما تم 4 سنوات، يعني 48 شهر غادي يكون كامل، وحتى التكوين ديال هاد الاشخاص هادو غادي يكونوا ان شاء الله موجودين باش يواكبوا هاد البناية ان شاء الله في الاشتغال ديالها. نعم سيد الوزير، التمويل شحال هو واش هو متوفر؟ الحمد لله، يعني من ناحيه ديال التخطيط ديال المشاريع بحال هكا اللي هي من كتجي باراده ملكيه، ما يمكنش يكون ما موفرش سميتو الميزانيه ديالها قبل ما كيتنطلقوا هذه المشاريع هكا، كيكون متوفرين على البرمجه ديال المشروع اللي اللي غيكلف 6 الملايير، يعني 3 المليار و800 ديال الدرهم ديال بالنسبه للبنايات والدراسه، و2 الملايير و200 ديال الدرهم اللي بالخاصه بالنسبه للتجهيزات. فهادو كلهم مبرمجين على ما تم ديال 4 سنوات، غادي يكون كل شيء ان شاء الله يعني في جاهز ان شاء الله باذن الله. مؤخرا وفي شهر رمضان قمت بواحد الجوله ديال الفتح وديال وضع الحجر لعده مستشفيات تقريبا. انتم كتشوفوا الحمد لله حنايا على يعني على قربه اعاده النظر في الاصلاح في المنظومه الصحيه الجذريه بطريقه جذريه، ومواكبه مع تعميم التغطيه الصحيه، وهذا ورش ملكي كذلك كبير، واللي هذا يعني الحدث ديال البارح كيعزز هذا العرض الصحي وداخل في هذا الصلب هذا. كذلك كانت مواكبه بافتتاح مستشفيات اخرى اللي هي غتواكب تعميم التغطيه الصحيه، واللي غتخلي على الاقل المواطن المغربي العرض الصحي موفر عنده فين ان شاء الله يمشي، باش ما يبقاش عندنا ذاك المشكل ديال النقص في عدد الاسره. وداك الشيء حنا كنواكبوا، وغادي يكون واحد المقاربه جهويه كذلك، ما غنقتصرش على مدينه الرباط او جهه الرباط سلا قنيطره، ولكن مازال جهات اخرى غادي تستافد ان شاء الله. تاهي شكرا. ما غاديش نخليو هذه المناسبه تفوت السيد الوزير باش نسولوك على الحاله الوبائيه، وشكرا على هذا الجواب اللي عطيتيه لنا. انا تنظن السي شاكر دابا الحمد لله شحال 3 سنوات حنا تيل تدبير الجائحه، وانت كتجي كتسولني نفس السؤال وانت واقف على رجلك، والحمد لله الصحه ديالك مزيانه، الحاله الوبائيه مزيانه الحمد لله، والمغرب اخضر، ونتمنى الله نزيدوا القدر. شكرا.